استكمالا لمسيرة البناء والتشييد، تتواصل جهود السلطات العمومية لتعزيز شبكة النقل بالسكك الحديدية في الجزائر في إطار مخططها الرامي إلى توسيع شبكة القطارات نحو المناطق الداخلية والجنوبية للوطن. تعكف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية منذ مدة على تجسيد الخط الكبير للهضاب العليا كأحد أهم محاور البرنامج الوطني، حرصا منها على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية ووفاء بالتزاماتها مع الوزارة الوصية وتحقيقا لأهدافها السنوية المسطرة. فبعد وضع المقطع الرابط بين تسمسلت والمسيلة مرورا ببوغزول على مسافة 290 كيلومتر حيز الخدمة مؤخرا بتجهيزات ومرافق عصرية وبسرعة قطارات تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة، جهود كبيرة بذلها القائمون على الوكالة أثمرت مطلع السنة الجارية بإتمام أشغال مقطع آخر من خط الهضاب العليا للسكة الحديدية يربط عين كرمس وفرندا في ولاية تيارت بولاية سعيدة على مسافة 120 كيلومتر، والذي أصبح جاهزا هو الآخر ليدخل حيز الخدمة. يندرج هذا الخط الهام ضمن خط السكة الحديدية سعيدة تيارت الممتد على مسافة 153 كيلومتر. هذا الشطر الهام من خط الهضاب العليا يعتبر امتدادا لخط السكات الحديدية سعيدة مولايس ليسن، والذي سيسمح بالوصول إلى الولايات الشمالية الغربية كوهران وتلمسان، ليلعب مستقبلا دورا محوريا في تقريب الحركية التجارية بين المناطق الداخلية والشمالية، ناهيك عن مزاياه الكبيرة في فك العزلة وتوفير مناخ ملائم يساعد على جلب الاستثمارات إلى ولايات وسط البلاد في إطار سعي السلطات العمومية إلى تحقيق عدالة تنموية بين مختلف مناطق الوطن. بشراكة جزائرية إيطالية في الإنجاز، أشرفت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية على تسريع وثيرة الإنجاز طيلة النصف الثاني من السنة الماضية، ووقفت على تجنيد كافة الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك عبر مرافقة يومية لمؤسسات الإنجاز. كغيرها من مناطق الهضاب العليا ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة، تطلب إنجاز هذا الخط أشغالا متعددة تمثلت في تشييد 59 جسرا، منها 12 جسرا كبيرا و23 جسرا للسكة، وتفاديا لتقاطع الطرق مع السكة الحديدية وحفاظا على أمن وسلامة المسافرين والمركبات تم تشييد 24 جسرا للطرق. على غرار المحطات الأخرى التي تم بناؤها على مستوى خط الهضاب العليا، تم تدعيم محطة السعيدة بجناح مخصص لنقل البضائع بكامل تجهيزاته، كما تم أيضا بناء محطتين عصريتين بكل من عين كرمس وفرندا، تحفتان معماريتان مصممتان بهندسة معمارية راقية حاول القائمون على تصميمها إبراز الطابع الاجتماعي والتاريخي للمنطقة من خلال تزيين جدرانها بلوحات فنية تحاكي تراثها المحلي. تضم المحطتان جميع المرافق الضرورية لراحة المسافرين من مواقف للسيارات وأكشاك خدماتية ومكاتب إدارية ومصاعد كهربائية زينتها لمسة إنسانية تجلت في تجهيزات عديدة موجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. أربعمائة وعشر كيلومتر من خطوط السكة الحديدية الجديدة
مجهزة ب11 محطة جديدة وورشتين لصيانة القطارات ومزودة بأنظمة للإشارة والاتصالات العصرية، حصيلة جد إيجابية تدعم شبكة النقل بالسكك الحديدية في الجزائر ليشق القطار طريقه نحو المناطق العميقة. نقطة تجعل من المؤسسات الوطنية ورقة رابحة في يد السلطات العمومية تعتمد عليها كلما دعت الحاجة إلى تدسير مختلف البرامج الاستثمارية للدولة، كما تحفز الكفاءات الوطنية على المساهمة بأدمغتها وسواعدها في صنع مستقبل مشرق حاملة على عاتقها مشعل بناء جزائر جديدة من أجل غد أفضل.